أعربت سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح عن بالغ أسفها للحادث الأليم الذي تعرضت له حافلة بحرينية بالمملكة العربية السعودية، متقدمة بخالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي المتوفين ومتمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. وتابعت وزارة الصحة عن كثب خبر وقوع الحادث المروع ووجهت طواقمها الطبية على الفور بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة ملابسات الحادث لتقديم كافة التسهيلات والإجراءات اللازمة لتلقي المصابين العلاج اللازم ومتابعة حالتهم الصحية في المستشفيات التي تم نقلهم إليها بعد الحادث الأليم بالتنسيق مع وزارة الخارجية، حيث إن فريقا طبيا من وزارة الصحة من مجمع السلمانية الطبي سيغادر صباح الأربعاء إلى المملكة العربية السعودية.